أهلا بحضراتكم. بالأمس تحدثنا مع فضيلة الدكتور علي جمعة حول فكرة خيرية الأمة الإسلامية، وتحدث فضيلته على فكرة الخيرية وأن هذه الخيرية مستمرة، وتحدث حول الكثير من الشواهد القديمة التي تؤكد أن هذه الأمة في خير وفي رباط إن شاء الله إلى يوم الدين. ولكن اليوم نتحدث عن أشياء أخرى في عصرنا الحالي البعض قد يراها تتناقض مع فكرة الخيرية، كظهور الجماعات الإرهابية والمتطرفة، كثرة سفك الدماء وكثرة الحروب في العالم الإسلامي. لا نكاد نرى صراعا في نشرات الأخبار وفي الصحف وفي المواقع إلا وأطرافها داخل الشعوب الإسلامية، أو تتناحر فيها الشعوب الإسلامية وللأسف بعض الفرق والطوائف الإسلامية إنجاز التعبير. هل هذا ينتقص من الخيرية شيء في هذه الأمة؟ شيء كثيرة سنناقشها مع فضيلة الإمام العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. أهلا بكم فضيلة الإمام. أهلا وسهلا بحضرتك مولانا. بعد ما تحدثنا فيه بالأمس حول خيرية الأمة الإسلامية بصفة عامة، هل صفة الخيرية تراها فضيلة الإمام تتحقق في العصر الذي نعيش فيه على الرغم من كم البلاء الذي تعاني منه الأمة الإسلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه وما والاه. ما قررناه بالأمس أن التكليف معه تشريف، وأن التشريف دائما يكون معه تكليف، حتى إن الآية التي تدل على الخيرية كانت مثالا لذلك: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كل الآيات التي فيها نوع من أنواع التشريف، كإسجاد الملائكة لآدم، لأبينا، لأصلنا وأساسنا، لبدايتنا، كان فيها تكليف، كلفه الله سبحانه وتعالى وأنزله الأرض من أجل هذا التكليف. ما قررناه بالأمس من أن هذه الخيرية ليست فكرة مجردة، بل هي فكرة يجب تنفيذها. ولذلك السؤال يكون: هل يمكن تنفيذها في العصر الحديث؟ والإجابة بوضوح: نعم، يمكن تنفيذها في العصر الحديث. هل ظهور هذه الجماعات الدموية الإرهابية المفسدة هي تؤكد خيرية هذه الأمة لأنهم يخالفون الله ورسوله؟ قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تجد أبدا أحدا من داعش ولا باعش ولا الإرهابية تجده قد رجع إلى أهل الذكر. وعندما يتكلم أهل الذكر، حتى واحد مثلا زي القرضاوي يقول لك: طب ما هو من أهل الذكر، تجد أن جماعة العلماء قد نبذته وقد خطأته وقد أحاطت به، وتجد شيء آخر أعجب من هذا، أنه مضلل. بالإضافة إلى ضلاله هو مضلل، يعتقد أمور ليست موجودة في الواقع. يقول مثلا إن المظاهرات كانت سلمية، هو يعتقد كده بمعنى أنه ضد داعش وضد الإرهاب. لم يحدث في عقله أن هذا الذي يتم، بالرغم أنه قريب من عقله، لأنه رأى النظام الخاص للإخوان المسلمين، ورآه وهم يقتلون أحمد الخزندار ويقتلون أحمد باشا ماهر ويقتلون النقراشي ويقتلون، فقريب من ذهنه أن يفهم هذا، لكنه لا يريد أن يفهم، فهو ضال مضل، معلش ملناش تدخل. لكن الجماعة العلمية تأبى هذا، وتأبى إلا أن الإسلام الصحيح يعني الخيرية هو هذا. الإسلام الصحيح الذي هو الخيرية، تجد أوباما وهو بيتكلم ولا بوش وهو بيتكلم لا يقاربه، ما بيشتمهوش، ما يقدرش. إذن بوش شايف أن الإسلام الصحيح ده اللي بيدعو إليه الأزهر الشريف، والذي يدعو إليه أهل السنة والجماعة، والذي يدعو إليه المسلمون كافة سوى الإرهابيين، أنه مقبول قبول عام. أدي الخيرية هي موجودة. فإذا الخيرية ستدلنا على الانحراف،
لأنه من خرج عن هذه الخيرية، من خالف التكليف الذي في الخيرية، فقد انحرف وأفسد في الأرض وعبد الله بغير مراده سبحانه وتعالى، حتى لو ادعى أنه مخلص النية أو أنه يظن هكذا، أمره إلى الله يوم القيامة. نعم. يحاسبه كما يشاء، ليس لنا فيه تدخل، إنما تدخلنا فيما هي الخيرية. الخيرية أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وأن نؤمن بالله وأن نشيع هذه الصفات التي تركها لنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، وكونوا عباد الله إخوانا، وهكذا. إذن الخيرية هي الكتاب والسنة وليس العدوان والكذب. ده أنا سمعت واحد النهاردة، سمعت واحد يتكلم مع البي بي سي العربية، يعني لو كان هو بيعتقد اللي هو بيقوله ده يبقى مسكين خالص، ده مش شايف حاجة، ده عايش في الأوهام. لو ما كانش بيعتقد وكان بيكذب، وهذا وارد، يبقى مسكين خالص لأنه ده بيكذب على روحه. يعني المسألة غاية في الوضوح. في عهد رسول الله قلنا إنه كان هناك منافقون، بعد رسول الله كان هناك خوارج، وهذا موجود في كل أمة وموجود في الإسلام وموجود في الإسلام، لدرجة إن ابن الجوزي رحمه الله لما في تلبيس إبليس حاول يعد هؤلاء المنحرفين، طلعوا أكتر من 70 و72 فرق، فاضطر ان هو يعملهم مجموعات علشان يوازن بين ما ورد، وتفترق امتي الى 73 فرقة. طبعا في اضطراب في الحديث، لكن القضية في النهاية ان الفرق المعدودة دي كتيرة جدا وعبر العصور، ولم تقدح في الخيرية. ليه؟ لان الخيرية ده المثال الرباني، الكلمة النهائية، العهد الاخير الذي انزله الله سبحانه وتعالى للعالمين. نمرة 2، أن الغالبية العظمى من الأمة على الخيرية. إحنا كام النهاردة؟ إحنا النهاردة 1.7 مليار، بعد كل الهت اللي هتوه فينا ده من ساعة مشركي مكة ويهود خيبر والفرس والروم والتتار والصليبيين والاستعمار الحديث والمؤامرات الجديدة، وكل ده بنزيد 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 نسبتنا كمان، مش العدد ده، احنا بنزيد نسبتنا. طيب كم واحد من 1.7 على مذهب الخيرية، على انهم خيرين، انهم طيبين، انهم ناس ساجدين لله، ذاكرين لله؟ نمسك داعش مثلا، نلاقيها لا تزيد عن 50,000. نمسك المجرمين بتوع ليبيا اللي بيريقوا الدماء في ليبيا، أو المجرمين بتوع سينا، أو المجرمين اللي موجودين في اليمن، أو المجرمين اللي موجودين هنا وهنا، واضرب في 50,000 كل دول، هيطلع في النهاية كام؟ يعني 1,000,000؟ لا ما يجيبش طبعا، ما يجيبش. طب وبقية 1,700,000,000 من الرجال والنساء والشباب وكذا إلى آخره، ناس طيبين، بقية كل هذا دول ناس طيبين. طيب لما يجي واحد مجرم ويفجر نفسه في مسجد للشيعة في القطيف، جريمة كبرى، قم تسمع. لما يجي واحد يعمل الخير، يوكل الفقراء، يعالج المساكين، بتسمع؟ والله بتسمع. هم شايفيننا في التفجير اللي ده موت الناس. يعني إذن الدوي والصوت العالي لا يعبر عن الكم. يكفي أننا الأمة الوحيدة التي تسجد لله، يكفي أننا الأمة الوحيدة الذي كلامها السلام، يكفي أننا الأمة الوحيدة التي تضرب ولا تضرب،
دلوقتي واحنا بنتكلم في 2015 احنا بنضرب، ما ضربناش حد. فحضرتك هل احنا مستعمرين لاماكن ومحتلين لما بعد 67 كما تفعل اسرائيل؟ الاجابه لا، ده احنا محتلين. ده احنا محتلين. خلينا كده بالسياسه، هل احنا عملنا باعتبارنا دول، احنا عندنا 57 دوله اسلاميه، احتلت حد؟ ابدا. ضربت حد؟ ابدا. أخلت بالعهود والمواثيق؟ كذبت؟ أفسدت؟ أبدا. قال لك ده فيه دمار شامل في العراق وطلعت كذبة. قال ده احنا بنضرب، احنا بنضرب علنا وبكل بجاحة، وبكل بجاحة ينكر هذا من أجل إنكار الخيرية. يا أخي ده احنا صبرنا طويل قوي كده، ده كفاية الصبر ان احنا صبرين على هذا. لما اوباما جه هنا في جامعة القاهرة كنت انا حاضر، فطلب مننا انه زي ما عمل الزنوج في امريكا صبروا على البلاء لغاية ما خدوا حقوقه، فاصبروا على البلاء. فانا كتبت بعدها مباشرة قلت له احنا صبرين على البلاء وان شاء الله هناخد حقوقنا، بس انا عايز يا فخامة الرئيس اوباما ان انا ابين لك انك كده اعترفت باننا اصحاب حق مهدر. نعم. اذا كنت طبعا هترجع في الكلام ده عمليا، وقد رجع فعلا عمليا مع اسرائيل وكذا المدلل الوحيد للولايات المتحدة. اذا ما هذا؟ أنت تقول اصبروا وكذا، طب ده احنا صابرين، احنا صابرين فعلا، احنا صابرين فعلا، احنا لم نؤذي أحدا. أدي دي علامات الخيرية إن احنا أمة، لكن فينا الناس بتتجنن، بيقول لك أنتوا صابرين ليه؟ ما تيجي نخليها دم. ما دي الفئة اللي هي بيقولوا إن احنا مش قادرين ما طول عمرهم على هذا الصبر، ما طول عمرهم ولازم نجاهد. على فكرة الخوارج كانوا كده، ما هم دول احنا سميناهم خوارج، بعض برضو الناس طيبة القلب ما صدقتش او يقول لك هم فين دول، واخد بالك؟ واحد طيب القلب ما هوش واخد باله من المنظومة كلها، يقول لك هم فين دول، وتلفت يمين وشمال هم فين الخوارج دول. لما داعش، طبعا داعش دي موجودة من سنة 4 وقتل الزرقاوي من سنة 6 والواد ابو بكر البغداد تولى من ساعتها وشغلانة ده، بس الناس مش عارفة على فكرة، مش عارفة التواريخ دي كلها. فلما بيعرفوها بيتعجبوا، الله يعني الناس دي كأنها إرهابية، الله وانت نايم على ودانك ما انتش عارف دلوقتي انهم إرهابية؟ أيوة إرهابية. هؤلاء الناس الإرهابية نوع السلام أحدث لنا منهم ذكرى وحذرنا منهم وتكلم عنهم بالتفصيل، واحنا عملنا حلقات قبل كده في كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن النابتة وعن الحوادث وعن الخوارج وعن كذا وكذا وكذا، ومنهم داعش ومنهم الجماعة الإرهابية المسمى بالإخوان. كل دي حاجات خلاص لازم الناس تفيق وتقوم بقى كده اهو وتصحى من كم الكذب الذي يتنفسونه. طيب أستاذ فضلتك، بعد الفصل نعود إلى فكرة القرون الثلاثة الأولى المفضلة. هل في هذه الفكرة أو في هذا المنطق إيقاف لعقل من سيأتون بعد هذه القرون عن التفكير والاجتهاد، بما أن الأفضلية كانت لهذه القرون أساسا؟ حضرتك أن يكون هذا الحديث والتفصيل في بعد الفصل إن شاء الله، ابقوا معنا.